على مدار 3 أيام مؤتمر الفتوى العالمي بحضور 60 دولة. دعا مؤتمر الإفتاء العالمي إلى الإسراع بوضع ميثاق دولي للإفتاء يضع الخطوط العريضة للإفتاء الرشيد والإجراءات المثلى للتعامل مع شذوذ في الفتوى، ودعوت جهات الإفتاء للالتزام ببنود هذا الميثاق. كما نشد الجهات المختصة مجددا الإسراع في إصدار تشريع لضبط الفتوى وتقنينها، حرصا منه على تثبيت دعائم الأمن الفكري والسلام المجتمعي. عني المؤتمر في جلساته وأبحاثه ونقاشاته وورش عمله بقضايا دعم الاستقرار عن طريق الفتوى، انطلاقا من أن التدين الرشيد جزء من حل المشكلات وليس أبدا جزءا من إحداثها، فالمقصود في النهاية هو سعادة الدارين. كما ناقش المؤتمر عدة محاور من بينها الفتوى ودورها في مواجهة الفوضى والتخريب، والفتوى ودورها في دعم البناء والعمران. كما عقدت على هامش جلسات المؤتمر مجموعة من ورش عمل للحوار حول الفتاوى المتشددة والفضاء الإلكتروني، ودارت مناقشتها حول الفضاء الإلكتروني واستخدام الجماعات المتطرفة له وطريق الاستخدام الأمثل وتجربة دار الإفتاء المصرية في التعامل معه. أسفرت جلسات المؤتمر عن 5 مشاريع هي تدشين حزمة من البرامج التدريبية عبر الفضاء الإلكتروني للتواصل وإصقال مهارات الإفتاء للمتصدرين للفتوى حول العالم، كذلك إصدار مجلة إلكترونية باللغة الإنجليزية تحت عنوان The Muslim Bond وتعني بالخلفية الفكرية والدعوية للإفتاء في قضايا الجاليات المسلمة حول العالم، كذلك إصدار موسوعة جمهرة المفتين حول العالم التي تقدم نماذج الاستنارة والاسترشاد من المفتين حول العالم، وإطلاق منصة إلكترونية للتعليم الإسلامي الصحيح. أخيرا إصدار تقرير حالة الفتوى حول العالم يرصد الفتاوى ويحلل مضمونها ويخرج من نتائج وتوصيات تفيد الجميع. حاول المؤتمر الوقوف على أهم مشكلات الإفتاء المعاصر، ومنها الفتاوى الشاذة التي تسعى إلى إشاعة الفوضى وزعزعة السلم المجتمعي، ومن ثم محاولة وضع الحلول الناجعة لها. أيضا الخروج بميثاق شرف إفتائي إعلامي ضابط لفوضى الإفتاء في الإعلام والفضاء الإلكتروني، إلى جانب محاولة تقديم حلول غير تقليدية لجدلية مأسسة الفتوى وتقنينها. إذن مشاهدينا، كانت هذه أبرز ملامح وتوصيات مؤتمر الإفتاء العالمي. شكرا لطيب المتابعة، ننتقل للزملاء. إليكم. شكرا لك شيماء على هذا العرض.